بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة معكم في الإعداد والتقديم حسين الغالبي. حلقتنا لهذا اليوم: كيف تحقق أهدافك؟ الجميع الناس عندهم أهداف قصيرة المدى أو بعيدة المدى، مثلا يريد يدرس اختصاص معين بالنسبة للطلاب، أو بعض الأشخاص يريد أن يسافر أو يفتح مشروع أو يحقق هدف مادي أو معنوي لمساعدة الآخرين، وبالأساس طبعا مساعدة نفسه. أولا يجب أن نعرف ما هو الهدف. ما هو الهدف؟ النقطة الثانية: كيفية تحقيق هذا الهدف؟ والنقطة الثالثة هي شروط الهدف. لكل هدف هناك شروط أساسية يجب أن تتوفر ليمكننا تحقيق هذا الهدف، وبالأساس يجب أن نعرف ما هو الهدف. هيا لنبدأ بهذه الحلقة. ما هو الهدف؟ الهدف هو الشيء الذي يرغب الشخص بالوصول إليه. يجب أن تكون رغبة مشتعلة عند الإنسان حتى يصل إلى الهدف اللي يريده. الآن تجيك فكرة تفكر بها، تكون عبارة عن هدف وتسعى إلى الوصول إليها برغبة مشتعلة حتى تصل إلى النقطة اللي تريد توصل إليها. هذا شيء أساسي، يجب أن نعرف ما هو الهدف. الهدف هو الشيء اللي نرغب بالوصول إليه. إذن ننتقل إلى كيفية الوصول إلى الأهداف وكيفية تحقيق الأهداف. أولا يجب علينا تحديد الهدف. إذا مثلا وقفنا تاكسي بالشارع وردنا أن نصل إلى مكان معين، أول سؤال يسألنا: إلى أين تريدون الذهاب؟ يجب أن نعرف المكان الذي نريد أن نصل له. يجب علينا تحديد الهدف، وعند تحديد الهدف هناك بعض الأسئلة المهمة التي يجب أن نجيب عليها قبل البدء بتحديد الهدف، وهي: هل هذا الهدف يجب أن نتخيل بالمستقبل إذا وصلنا إلى الهدف، هل هذا الهدف مستمر بالزمن؟ هل هو هذا الشيء الأساسي اللي أنا أريد أعيش وياه فعلا؟ أم أنه شيء لحظي، أم أنها فكرة لحظية؟ إذا كانت فكرة صحيحة ونريد أن نتعايش معها في المستقبل، يجب أن نفكر مليا قبل القدوم على هذا الهدف، ويستحق هذا الهدف فعلا المثابرة والتضحية وصرف الوقت والمال للوصول إلى هذا الهدف. إذا كان يستحق فعلا، إذن نبدأ نحدد الهدف نضعه أمامنا. النقطة الثانية هي وضع خطة منظمة. يجب أن تكون لدينا خطة واضحة، نجلس ونكتب أين نحن الآن وأين نريد الوصول وكيف نصل. هناك آليات يجب أن نضعها في خطة مكتوبة، ضرورية الكتابة. نحضر دفتر نكتب جميع الخطوات اللي توصلنا للهدف وكيفية الوصول. التنبؤ بالعوائق، يعني أكيد بالطريق راح تجينا مشاكل، صعوبات، أمور، تحديات، يجب أن نكتبها من البداية ونكتب الحلول إلها، حتى لما تجي المشاكل راح نعرف شلون نطلع من عندها. نكتبها مسبقا، نكتبها في الخطة أنه ممكن تكون عندنا صعوبة مثلا مادية، صعوبة في انشغالات معينة، صعوبات أخرى، مشاكل أخرى، نكتبها ونضع لها حلول مناسبة حتى من تجي نكون مستعدين إلها مسبقا وما تخلينا ما نوصل إلى هدفنا. الإخلاص، الإخلاص شيء ضروري جدا. يجب أن عندما نعمل عمل معين يجب أن نكون متقنين لهذا العمل ونعمله بإخلاص. الإخلاص ضروري جدا. أكثر الناجحين بالحياة لديهم إخلاص وحب وشغف كبير لأهدافهم. لهذا السبب هو اللي يميزهم عن الآخرين، أن عندهم إخلاص وإتقان العمل اللي يقوم به. النقطة اللي بعدها: الحصول على تشجيع الآخرين. نحاول أنه نحصل على تشجيع من الآخرين، شوف من الأشخاص اللي فعلا يريدون مصلحتنا ويريدون نصير أفضل يوم بعد يوم. لهذا السبب نحاول نحصل على تشجيع منهم باستمرار حتى يكون عندنا إلهام وتشجيع وقدرة على الاستمرار والمثابرة. النقطة اللي بعدها: كتابة نسبة الإنجاز باستمرار. طبعا عند الخطة اللي صفحة خاصة نكتب بها مراحل الإنجاز، عندنا تكون أهداف جزئية نكتبها أيضا في صفحة الأهداف أو الهدف الكبير، نكتب أهداف جزئية مثلا يومية، أسبوعية، شهرية وسنوية مثلا أو فترية. نكتب ما
مراحل الإنجاز. هذه مراحل الإنجاز راح تكون عندنا دافع داخلي، عندما نرى كمية الإنجاز راح يكون عندنا حافز أكبر بالتحقيق أكثر وأكثر للوصول إلى الهدف. إذا نكتب نسبة الإنجاز باستمرار. والنقطة الأساسية، آخر نقطة من كيفية تحقيق الأهداف، وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، عدم الاستسلام للفشل. إذا لاحظ جميع الناجحين بالحياة، جميع الناجحين بالحياة حاولوا عدة مرات وفشلوا، لم تنجح اختباراتهم. يجب أن نغير الطريقة، نغير الأسلوب، نغير طريقة تفكيرنا، وأبدا ما نستسلم للفشل. يجب أن نحاول ونحاول ونحاول، ما دام هناك شخص وصل إلى نتيجة معينة، نحن أيضا باستطاعتنا الوصول إلى هذا الهدف. لكن هناك شروط أساسية، الشروط راح نأخذها الآن. شروط الهدف، أول أن يكون الهدف واقعي ويمكن تحقيقه، يعني مو شيء خيالي، لازم يكون شيء موجود على أرض الواقع ونقدر نحققه. ماكو شيء مستحيل، لكن بعض الأشياء تكون صعبة، حتى الصعب ممكن نحققه، ولكن يجب أن يكون واقعي. يعني نخلي المكان اللي احنا به والمكان اللي نريد نوصله نحققه. مثلا واحد يقول أنا راح أعبر المحيط سباحة، هذا الشيء مو واقع، هذا الشيء خيالي، إن واحد يعبر محيط مسافات بعيدة بسباحة، أو مثلا تكون درجة الحرارة تحت الصفر، هذا الشيء أيضا خيالي. يجب أن تكون أهداف واقعية. الثاني، الرغبة المفتعلة لتحقيق الهدف. يجب علينا أن نكون لدينا رغبة وحب وشغف كبير لهذا الهدف. وهناك مقولة مشهورة تقول أن الشعور وقود الإنسان، الشعور وقود الإنسان. لذا يجب علينا أن نختار الأهداف التي نحبها وتكون لدينا رغبة مشتعلة دائما للوصول إلى أهدافنا، أن نتعلمها ونستمر بالتعلم، نستمر دائما بالتعلم، أن نتعلمها، نبدي نسأل، نفتش، نقرأ، ندور، نشوف الأشخاص اللي سووها من قبلنا، نحاول نكررها ونسوي نفس الشيء، نتعلمها لحد ما نوصل إلى الإتقان، وحتى لو أتقناها نستمر أيضا بالتكرار، ونستسلم أبدا أبدا للفشل أو للتحديات اللي تمر علينا. حتى لو مر علينا شيء مسبق ما مفكرين به مسبقا، ما نستسلم، ولكن نبحث عن حلول لتجاوز هذه المراحل. أن يكون قابل للقياس ومحدد بفترة زمنية. لازم يكون عندنا أهداف جزئية للوصول للهدف الأساسي الكبير. أهداف جزئية مثل ما بعض المدارس تسوي، أنه تكون امتحانات فصلية، هذا الامتحان يعتبر هدف جزئي تحت هدف كبير اللي هو إنهاء الشهادة الدراسية مثلا بالجامعة أو بالمراحل الدراسية أو المعاهد الأخرى. أن يكون قابل للقياس، نقيسه بفترة زمنية أو بكمية معينة أو بأمور أخرى، يعني قابل للقياس. والنقطة الأساسية في شروط الهدف وضعتها على حدة لأنها مهمة، أهم شيء بموضوعنا لهذا اليوم، ألا وهو الصبر. الصبر شيء مهم جدا، يجب أن نصبر على الأشياء، يعني مو بسرعة نحاول نحصل على النتائج ونبالغ أيضا بالنتائج. يجب أن نصبر على الأشياء، عندما نضع البذرة ونسقيها ماء يجب أن ننتظر حتى تخرج، وعندما تخرج ستكون ثمارها واضحة للعيان. يجب علينا الصبر، الصبر شيء أساسي ومهم وأهم الشروط في تحقيق الأهداف. الآن انتهينا من هذه الحلقة، انتظروني في حلقة قادمة قريبا جدا إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، اشتركوا في القناة واشتركوا أيضا في صفحة الفيسبوك حسين الغالي. شكرا لكم على المتابعة وإلى